أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل من مكة المكرمة محمود يقول: ما حكم من يصلي في الحرم وهو متقدم على الإمام حيث تقام الصلاة، ولم يجد هذا الشخص مكانا يصلي فيه إلا هذا المكان، ويكون مع جمع من المصلين أيضا بس ولكن متقدمين عن إمام الحرم؟ تقدم على إمام الحرم في الجهة التي هو فيها لا يجوز، هذا ممنوع ولا يمكنون، فالشرطة والمسؤولون عن الحرم لا يمكنون من الصلاة في هذا المكان الذي هو أمام الإمام من جهته. أما الجهات التي في غير جهة الإمام وهي أقرب إلى الكعبة من الإمام لا حرج في ذلك، لأنه لا يكون بين الإمام وبين الكعبة، المقصود أنه ما يكون بين الإمام وبين الكعبة. أما إذا كان في جهة أخرى فلا بأس ولو كان أقرب إلى الكعبة من الإمام لعدم المحذور في ذلك. نعم.